الثامن عشر من نوفمبر، تاريخ تشارك فيه دولة الإمارات سلطنة عمان فرحتها باليوم الوطني 53 تجسيداً لمتانة العلاقات بين البلدين، والتي تستند على مبادئ التعاون والاحترام والمبنية على تاريخ وحاضر مشتركين ورؤى متطابقة للمستقبل. فمنذ اللقاء الأول الذي جمع المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والسلطان قابوس بن سعيد عام 1968 ازدادت العلاقات عمقاً ورسوخاً. الزيارة التاريخية للشيخ زايد إلى السلطنة عام 1991 أسست لمرحلة جديدة للعلاقات، وتم على أثرها تشكيل لجنة عليا مشتركة بهدف تعزيز التعاون بين البلدين. لتأتي الزيارة التاريخية التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى سلطنة عمان في سبتمبر 2022 لترسخ أواصر المحبة والقربة وتعكس خصوصية العلاقات التي تجمع الشعبين الشقيقين. روابط ثقافية واجتماعية مشتركة ربطت بين شعبي البلدين منذ زمن لتشكل لوحة جميلة من التعاون والعلاقات، فترسم الحاضر المشرق وتستشرف المستقبل الواعد.